معنا على الهاتف للمزيد من المتابعة الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع. أستاذ أكرم، بعد التحية، بالفعل هي زيارة ناجحة ومهمة، إلى أي مدى تقرأ أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت ومشاركة السيد الرئيس في حوار بيترسبرغ للمناخ؟ طبعا الزيارة مش بس مهمة، هي مهمة على كافة الأصعدة الحية، نعم، على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد السياسي، على صعيد العلاقات الصناعية والعلاقات الاستثمارية، وأيضا فيما يتعلق بالمناخ، لأنه مصر بتستعد لاستضافة كوب 27، ومصر بتبذل جهود كبيرة الحقيقة، ومصر وألمانيا من الدول اللي علاقتهم بتتطور بشكل كبير على مدى السنوات اللي فاتت، سواء فيما يتعلق بالمشروعات المشتركة أو بالتوجهات المختلفة فيما يتعلق بالمناخ والطاقة الجديدة والمتجددة ومشاكل الطاقة. احنا عارفين انه العالم نفسه النهاردة بيواجه أزمة كبيرة فيما يتعلق بالطاقة وما يتعلق بالغذاء، وأصبح تغير المناخ أصبح تأثيره مباشر على الزراعة وعلى الصناعة وعلى غيره. والحقيقة العلاقات المصرية الألمانية علاقات مميزة جدا وتطورت على مدى السنوات اللي فاتت، بدءا من تعاون فيما يتعلق بحل مشكلة الكهرباء في مصر أو القطارات الكهربائية، أو كمان لقاءات الرئيس كانت الحقيقة طول الوقت تتسم بالصراحة وبالتعاون والشراكة، فمهمة جدا في التوقيت عالميا وإقليميا، وأيضا في العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا. نعم، أيضا هناك أهمية كبيرة لإنعقاد هذا الحوار، حوار بيترسبرغ للمناخ، وذلك قبيل شهور قليلة من رئاسة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27، والذي سينعقد إن شاء الله في مدينة شرم الشيخ. إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك دور مهم لألمانيا في هذا المؤتمر ومساهمتها في إنجاح هذا المؤتمر أيضا؟ لا، هو دور مهم طبعا، لانه كمان مصر الحقيقه يعني ابدت مبادرات على مدى السنوات اللي فاتت في كوب 26 الحقيقه، وفكره التزام الدول الصناعيه الكبرى، المانيا بالتاكيد ستلعب دور لانها احدى الدول الصناعيه المطالبه بسداد يعني ما عليها الدول العالم الثالث في تطوير الطاقه الجديده والمتجدده. واظن انه كمان التغيرات المناخيه والحرائق والفيضانات والحاجات دي أكدت أهمية التعامل مع الانبعاث الحراري والتغير المناخي، ومصر تعتبر من الدول الرائدة والكبيرة في إفريقيا وفي الشرق الأوسط التي تدعم هذا الاتجاه، وبالتالي سيكون لألمانيا ومصر دور مهم جدا وباقي دول العالم في هذا النطاق. نعم، أيضا كانت هناك الكثير من الملفات التي تم التباحث بشأنها، ومن أبرز هذه الملفات الأزمة الليبية. قراءتك لأبرز القضايا والملفات التي تم التباحث بشأنها في خلال هذه الزيارة؟ كافة القضايا الإقليمية الحقيقة، ومصر يعني وجهة نظر مصر في الأزمة الليبية الحقيقة بتتحقق على مدى السنوات. يعني في بداية الأزمة قبل سنوات كانت مصر الليبية وجهة نظر إبعاد الميليشيات الأجنبية، دعم المسارات السياسية. أعتقد إنه ألمانيا النهاردة بتتجه لهذا الأمر ضمن الملفات الكثيرة الخارجية والإقليمية اللي تم التباحث فيها فيما يتعلق بالأزمة الليبية، وبتتعلق بدعم موقف مصر في سد النهضة وفي حقها في المياه. يعني كل هذه القضايا الحقيقه يعني مصر لديها تصور ابعاد التدخلات الخارجيه المسارات السياسيه سواء في ليبيا او في سوريا او في اليمن او في غيره، وده جزء مهم من نفوذ مصر وفعالياتها في المنطقه. واعتقد ان الرؤيه المصريه بتقوم على التوازن على المسارات السياسيه بشكل مختلف، دعم المسارات السياسيه، ابعاد التدخلات الخارجيه والميليشيات. اعتقد انه المانيا بتدعم الحقيقه وجهه نظر مصر، واللي هي اصبحت بالفعل من وجهه النظر الاقرب الى التحقق حتى عالميا والدول الكبرى، خاصه انه عوده ليبيا الى مسارها السياسي والى باب يدعم كمان ملف الطاقه الحقيقه اللي هو فيما يتعلق بالعالم واوروبا وشرق المتوسط او المتوسط،
فكلها الحقيقة قضايا متشابكة بشكل كبير. نعم، سواء الأزمة الليبية أو القضية الفلسطينية وكذلك أيضا الوضع في ليبيا واليمن وكيفية مواجهة التطرف والإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية، إذن هي بالفعل ملفات مهمة بتعكس أيضا أهمية مصر كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة بشكل كامل. أستاذ أكرم، سؤالي الأخير لحضرتك الحقيقة أنه كان من أبرز الملفات التي تم التباحث بشأنها أيضا الأزمة الاقتصادية التي نجمت عن الأزمة الأوكرانية الروسية العالمية، هذه الأزمة الاقتصادية التي أصابت العالم بأسره، إلى أي مدى تم التباحث بشأن هذه الأزمة بكل تفاصيلها وما لها من تأثير وتداعيات على كل العالم وكيفية مواجهتها؟ بالتأكيد الحقيقة في تدخلات مختلفة فيما يتعلق بهذه الأزمة، ومصر لديها وجهة نظر أيضا الحقيقة، وأصبح العالم النهاردة بيواجه تداعيات كثيرة اقتصادية وفي ملف الطاقة وفي ملف الغذاء، وألمانيا واجهت يعني قلقل ومشكلات كثيرة، والحقيقة مصر لديها يعني تحركات واضحة جدا في هذا الملف، ويمكن الرئيس كان واضح جدا في أنه بالرغم من ارتفاعات الطاقة الكبيرة جدا في أوروبا إلا أن مصر يعني تحملت أن هي تدعم ما تزال الطاقة، وأن الرفع لا يكون كثيرا زي أوروبا، لأنه قال إحنا ما نقدرش نتحمل انه اسعار البترول او اسعار الطاقه تكون زي اوروبا، وانه مصر بتدعم هذا الامر فيما يتعلق بده. وفي نفس الوقت بالتاكيد المسار السياسي او محاولات اوروبا لان هي تتغير وجهات النظر فيما يتعلق بالازمه الروسيه الاوكرانيه والوصول الى سلام او وقف هذه الحرب اللي تداعياتها اصبحت كبيره جدا، او ايضا التدخل فيما يتعلق بفتح مجالات الغذاء وخطوط الغاز، وبالتأكيد ألمانيا لديها أزمة كبيرة في احتياط الغاز في الشتاء، ومصر أبدت استعدادات لأنها يمكن أن تقدم في هذا الملف باعتبار أن مصر أصبحت مركز مهم للطاقة في المتوسط وفي الإقليم، ودي كلها ملفات الحقيقة متشابكة جدا ومهمة أن يتم التباحث فيها. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع على هذه المشاركة.